لان امبارح كان في اجتماع مثمر جدا لمجلس امناء قناه الاهلي وتقال فيه كلام في غايه الاحترام، كان فيه يعني حضور من ناس كتيره جدا وشخصيات في غايه الاهميه والاحترام. الاجتماع ده كان مثمر ومهم ليه؟ لانه اجتماع مشترك بين النادي الاهلي وشركه استادات، والحقيقه خليني اقول لحضراتكم يعني هي شراكه في غايه الاهميه. والاجتماع ده حضره كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين رئيس النادي، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، الاستاذ محمد يوسف رئيس شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، الاستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحفي الكبير طبعا، واحد مستشاري النادي الاعلاميين. ده من جانب النادي. من بقى جانب شركه استادات يا كريم، كان حاضر المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، وكابتن اسلام الشاطر رئيس شركه لايف، الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناه، الاستاذ دندراوي الهواري، اصلا عايز اقول لك استاذ دندراوي كان ضيف زمان كتير، كان دائم في برنامج صباحي كان على قناه اون تي في، كان بيجي لنا على طول صباح علينا. دندراوي الهواري المستشار طبعا الاعلامي شركه استادات، وكانت حاضره ايضا خليني اقول لحضراتكم دكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ هشام جمال عضو مجلس الامناء، والاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي. طيب الاجتماع شهد ايه؟ الاجتماع شهد نقاشات موسعه، ترتيبات كبيره جدا لمفاجات بقى هيتم الكشف عنها قريبا، عشان حضراتكم اكيد تشوفوا شاشه الاهلي في المستوى اللي بيليق بالنادي الاهلي وجمهوره العظيم. ولو نفتكر اول يوم في افتتاح القناه كريم احنا قلنا الكلام ده، احنا من اصغر واحد لاكبر واحد في القناه يعني حريص جدا ان هو يقدم محتوى يليق بقناه الاهلي والنادي الاهلي، وايضا يليق اكيد بحضراتكم. فباذن الله ربنا يقدرنا، وزي ما احنا بنقول كده الفتره اللي جايه هيبقى فيها مفاجآت يعني في غايه الاهميه، وحاجات محترمه جدا هتقدم ان شاء الله على شاشه قناه الاهلي. طبعا اجتماع يعني بهذه الكيفيه وبهذا الحضور وبكواليتي الحاضرين، ده معناه ان فعلا كل القائمين على قناه الاهلي مهتمين جدا 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 ان هم يقدموا لحضراتكم محتوى محترم. الحقيقه اداره القناه بقى لها فتره شغاله على محتوى قوي يعجب حضراتكم، ويمكن من كام يوم كلنا شاهدنا مع بعض يعني انطلاق برنامج المجري لكابتن مصطفى عبده، واول حلقه كانت اكثر من ممتازه الحقيقه، كانت حلقه تاريخيه بالمعنى الحرفي مع وزير دفاع الاهلي كابتن حسن حمدي، وطبعا بالاضافه ليبا ايضا برنامج البيت الكبير في شكله الجديد، ده طبعا بالاضافه الى مجموعه من البرامج الجديده الاخرى. الحقيقه كل التطورات والتطويرات اللي بتحصل في القناه يعني ابتدينا نلمسها من فتره، الكلام ده مش مؤخرا، ده من فتره طويله، وجهد كبير جدا بتبذله بيبذله كل القائمين على الاداره خلال الشهور الاخيره. في روح تعاون واضحه جدا ما بين يعني مجلس امناء قناه الاهلي، ودي حاجه يعني بطبيعه الحال هتوصلنا في النهايه الى المزيد من النتائج المثمره اللي هتشوفوها حضراتكم على شاشه القناه في الايام القليله القادمه. عايزين نقول ان الكل بيشتغل فعلا من اجل هدف واحد، وهو هدف منطقي جدا ان احنا نرضي حضراتكم، حضراتكم تستحقوا محتوى محترم، وده كل يعني الناس اللي شغالين في قناه الاهلي حارسين عليه كل الحرص وحاطينه نصب اعينهم، وان شاء الله تشوفوا له ترجمه حقيقيه وعمليه من خلال برامج تحترم حضراتكم في الفتره الجايه ان شاء الله. كل ما هو ينتمي للاهلي طبعا. مفيش مجال ان هو يبقى رقم اثنين، لازم أكيد. يبقى رقم الاول، يعني احنا دايما رقم واحد، ودايما هنبقى حريصين ان احنا نبقى رقم واحد، سواء احنا بنمثل طبعا النادي الاهلي، النادي رقم واحد، فاحنا لازم نكون حريصين على ده، فباذن الله دايما نقدم محتوى محترم لحضراتكم.